أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معنا دائما الأستاذ فهد العبد الجليل البغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بنور يا فهد، حياك الله وسع المباركة. اليوم راح نتكلم عن ملحق أجيال الرياضي. والله المانشيت يخوف شو. أي لحد 27/10/1974. طبعا قبل أروح حق المانشيت، في خبرين يمين ويسار، يمنى ويسرى. يمنى طبعا 19 دينار تكاليف الإضاءة لكل مباراة على نادي الكويت. فريق قرر اتحاد كرة القدم تحميل أندية المتبارية التي ستقام مبارياتها على ملعب نادي الكويت الرياضي تحت الأضواء الكاشفة مبلغ 19.5 دينار المباراة الواحدة. يا بلاش يا فهد، رخص. اي رخص اليوم. اليوم اقول اليوم عزك الله اللابتشي يمكن 120-200 دينار. صدق الحين يقول لك تكلفة الإضاءة نادي الكويت 19 دينار ونص، يتحملها كل نادي يبي يلعب على استاد نادي الكويت. واذا الناديين يمكن هذا ياخذ 18.5. هذا بس هذا ايش تمثل؟ 9.5 تمثل طال عمرك قيمه استهلاك الكهرباء لمده 2.5 ساعة وفق تقدير وزاره الكهرباء والماء. صحيح. خبر ثاني على اليسار، 8198 دينار تكاليف اعداد منتخب كره السله. 8198 اعتمد اتحاد كره السله مصروفات اعداد المنتخب الاشتراك في الدوره الاسيويه السابعه التي أقيمت في طهران، بما فيها مصروفات المركز التدريبي الذي أقيم في يوغوسلافيا قبل موعد الدورة، وقد بلغت التكاليف الإجمالية 8198.5 دينار كويتي. نروح للمانشيت اللي تفضلت فيه فهد. مطلوب رد عربي جماعي على تصريحات اللورد كيلانين رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بالتهديد بالطرد إذا لم تلعب الدول العربية مع العدو الصهيوني في الدورات الدولية مستقبلا. طبعا هذا التهديد يشكلون ضغط على الدول العربية، خصوصا الدول الأسيوية. نعم. يعني الدول العرب آسيا هم دول الخليج والعراق وسوريا وفلسطين والأردن ولبنان واليمن الجنوبي، اليمن الشمالي في تلك الفترة. هذيل كلهم شكلوا قوة وكانوا متحدين في تلك الفترة، ويعني رفضوا مواجهة المنتخب الكيان الصهيوني لعدم اعترافهم في تلك الفترة في وجود الكيان الإسرائيلي. نعم. آخر حديث الملك بيليه، الملك الكروي الفذ اعتزل، فمن سيحمل الرقم 10 الجوهرة السوداء وتاريخه الحافل يوهب ما تبقى من عمره لمحاربة التفرقة. طبعا هذا تقرير كامل عن بيليه أبو فهد، الأسطورة البرازيلية التي لم تتكرر. طبعا شو يقول، من هو اللاعب اللي وقع على اختيار ليحمل رقم 10 في فريق سانتوس؟ نينا الملك الجديد. نينا، نعم. يعني على خلاف ما كان يعني يتوقعون الجميع، فإن سانتوس لم يقدم على التعاقد مع أي من لاعبي البرازيل المشهورين كريفالينو أو جورزينهو أو باولو سيزار أو سواهم، بل اختيار وقع على لاعب جاور بيليه منذ بضع سنوات وهو نينا أبو فهد. وبيليه نفسه أبلغ الخبر إلى نينا وقال له أن الاختيار مناسب للجميع، يتطلع إليك، قال له فنرجو أن تكون بقدر المسؤولية. أما تيم مدرب سانتوس فقد قال لو كانت هناك حاجة للتعاقد مع لاعبين خارج النادي ما كنت أتردد لحظة، يعني برصد الاعتمادات اللازمة وإجراء مباحثات في هذا الصدد. يقول ولكن ليش نصرف المال بو فهد لحل مشكلة وجود نينا وهو كفيل بحلها؟ يعني هو كفيل في أنه يسد فراغ بليه. ما أدري إذا هذا كان الحكي مبالغ فيه أو والله لا، والله هم تنبؤوا فيه، بس إحنا لا عرفنا لا نينا ولا مينا. نعم. راح بليه واللاعب هذا ما عرفنا. بس رايك نطلع فاصل؟ تفضل نرجع نكمل بقية الحلقة. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا
وكنا نتكلم عن ملحق أجيال الرياضي. نعم، ملحق طبعا هذا أبو فهد في 27/10/1974، والحديث عن جوهرة سوداء، وأن في شخص اسمه نينا ولاعب اسمه نينا في فريق سانتوس راح يحمل رقم بلاي رقم 10. طبعا قبل الرقم عزيز، يعني هذا كانوا يبون واحد مستوى بلاي عشان يعطونا اياه. قبل في بعض المنتخبات او الانديه يعني اذا عندهم نجم مثل بلاي الرقم ما يعطونه احد. نعم. يخلونه لما يشوفون او يتنبؤون في لاعب يعادل مستوى بلاي. من هو نينا ابو فهد اللي اختاروه عشان يحمل رقم 10 في سانتوس؟ عمره 23 سنه. بدأ يلعب طبعا مع ناشئي سانتوس عام 69 وأثبت وجوده وانتقل للفريق الأول بنفس السنة، وسافر مع الفريق إلى أوروبا واشترك في دورة دولية قيمة بتشيلي لأول مرة إلى جانب بيليه. عام 70 أصيب 1970 في رجله بشكل أبعده عن الملاعب مدة سنتين بفهد. عاد بعدها عام 72 وما زال يحمل رقم 9 بجانب الجوهرة السوداء قبل أن يتم اختياره ليحمل رقم 10. طبعا عن هذا الانتقال بين رقمين يقول لينا ان الفرق يعني الفرق ضئيل جدا ولن يتغير شيء بالنسبه لي. فراتبي الشهري ما يزال حوالي 450 دينار كويتي. راتب الشهري هو ادنى راتب يتقاضاه اي لاعب في النادي. اما بخصوص اللعب فقد قال سيكون هناك تغيير جذري، في الماضي كنت اجاور بليه وهذا يقتضي تنفيذ ما يخططه، اما اليوم يقول فان امر التخطيط قد اوكل الي وعلي واللي راح يجاورني طبعا، فوجودي في الرقم 10 يحتم علي ان اخطط وادعم خط الهجوم بالكرات الصالحه للتسديد. هذا بخصوص طبعا نينا وبيليه واعتزال الجوهره السوداء. 92 دوله في تصفيات كره القدم باولمبياد مونتريال 76. نعم. في كندا. نعم، اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم ان 92 دوله شاركت في بطوله كره القدم لدوره مونتريال الاولمبيه عام 76، وبالرغم من أن هذا العدد يعتبر رغما قياسيا إلا أن الاتحاد الدولي أعرب عن اعتقاده بأن العدد كان يجب أن يكون أكثر. طبعا هذا بخصوص مشاركة طبعا الفرق في أولمبياد مونتريال. طبعا 92 دولة كان وقتها الاتحاد الدولي داعم لنشر اللعبة في الدول، بدليل أن بطولة الخليج وافق عليها ستالي راوس دعما لمشاركة مشاركة أو انضمام دول مثل قطر، وإحنا قطر ما كانت منضمة للاتحاد الدولي، فوافق الاتحاد الدولي أنه يشارك منتخبه في بطولة الخليج سنة 70 لدعم منها لنشر الكرة أو نشر كرة القدم على مستوى العالم. هني تقول 92 دولة، الحين وصل الاتحاد الدولي أعتقد 207 أو 208 دول دولة مشاركة في الاتحاد الدولي. نعم. ننتقل الآن إلى الرياضة النسائية وبالتحديد كرة السلة. رسالة لا تنقصها الصراحة من لاعبة إلى خواتها اللاعبات، أتمنى ألا تتحول مباريات كرة السلة النسائية إلى مصارعة. يعني حتى النساء يعني السيدات ما أننا في البداية يقول ولا يهمنا الفوز أو الهزيمة بقدر ما يهمنا نقدم مباريات تليق بنا وتليق بالرياضة. مع بداية نشاط النساء الرياضي سوف يفسح القسم الرياضي بأجيال مساحات كافية لتغطية هذا النشاط الجديد اللي نرجو ونأمل أن يحقق النجاح الضروري لاستمراره كبداية. كان القسم الرياضي قد تلقى هذا الأسبوع رسالة من لاعبة بنادي الشباب تعبر فيها بصدق وبمرارة عما تكن من مشاعر كبيرة نحو الرياضة النسائية، وتستعرض في رسالتها مخاوف بين اللاعبات مما طبعا يفسد على الرياضة النسائية طابعها المميز. وهذه الرسالة باسم طبعا مو حاطة اسمها لكن مذيلتها لاعبة نادي الشباب. طبعا وصلنا تجوري بغازين. تجوري فريق كرة السلة النسائي بنادي الكويت. بفهد. صورة جميلة لنساء نادي الكويت، وقتها يعني كان يعني بداية مشاركة الفتاة إلى جانب يعني الشباب ومزاولة الرياضة في تلك الفترة، نادي غاتسية، نادي الكويت، نادي العربي، الأندية كانت هناك يعني لجنة نسائية خاصة في مشاركة النشاط النسائي في تلك الفترة. أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي تحيات أخوكم فهد عبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة ومع السلامة.